الخير على كل مشاهدين الطبيب. اتعودنا معاكم على كل ما هو جديد، وتعودنا كمان معاكم ان فقراتنا تكون مميزة وفيها كل شيء جديد. هنتكلم النهاردة مع كل سيدة عندها مشكلة بتحاول توصل ليها النتيجة، وخصوصا المشاكل اللي بتوصلها لتأخر الانجاب. من اشهر المشاكل دي هي البطانة المهاجرة، بس لما حبينا نتكلم عنها حبينا نتكلم مع دكتورة مميزة بدقتها بمعلوماتها الطبية الصريحة. هي مش هتحيرك، هي مش هتوديكي يمين وشمال زي ما بيقولوا وهتضيع في وقتك وفي مجهودك وفي مادياتك، لأ، هي هتوصلك للطريق الصح. عشان كده احنا معاكم في المكان اللي بيشهد بالنجاح، معاكم في المكان اللي الناس كلها بتتكلم عن النجاح اللي بيقوم فيه والابتسامة اللي بيرسمها على وشوش ناس كتير قوي. احنا معاكم في احد مراكز سان رايز للخصوبة مع ضيفة فقرتنا النهاردة، وبنشكرها ان هي طبعا سمحت لنا بالاستضافة معاها النهاردة، دكتورة رانيا علوان، اخصائي نساء وتوليد بمراكز سان رايز للخصوبة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسعيدة بوجودي معاكي النهاردة وشرفتونا. احنا سعداء جدا، خصوصا ان احنا عارفين ان معاكي بقى هنرد بصراحة يا رب. يعني اللي هو الرد الصح، اللي هو احنا بنبقى عارفين المشاكل اللي بتأخر الحمل دي مش بس بتأخر الحمل، لا كمان بتوصل السيدة لحالة نفسية طبعا سيئة جدا، لانها تجربة صعبة. واحنا بنقدر جدا نفسية المرأة او حتى الرجل، يعني الاب والام بيبقوا نفسيتهم او متأثرين جدا بانهم طبعا حابين ان يكون عندهم اطفال، مش بقى مستحملين وبيسعوا بالظبط للموضوع. عشان كده بقى احنا قلنا النهاردة نساعدهم إن شاء الله. البطانة المهاجرة يعني إيه؟ البطانة المهاجرة هي إن البطانة المبطنة للرحم تكون موجودة في أي مكان خارج الرحم، أي مكان، على المبيض، في الحوض، على الجدار الداخلي للبطن، أي مكان خارج الرحم هو ده يعني مسمى البطانة المهاجرة، يعني هجرت من المكان اللي هي طبيعي المفروض تبقى موجودة فيه. طب ده بيرجع لإيه؟ مثلا ده حاجة وراثية أو عدم تغذية صحيحة؟ إيه اللي بيحصل عشان البطانة دي تكون مش في مكانها الصحيح؟ الحقيقة هو إحنا ما نقدرش نمنعها، دي حاجة بتحدث وإحنا لسه ما نعرفش. في أربع نظريات مختلفة، وعندنا في الطب لما بيكون في أربع نظريات لحاجة معينة بيبقى معناها ان مفيش نظرية واحدة منهم مؤكدة، فبالتالي احنا ما عندناش تأكيد ايه اسباب البطانة المهاجرة، ولكن الحمد لله عندنا طرق احسن بكتير في التشخيص وفي العلاج هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله. طيب احنا مش هنتكلم في اسباب لان احنا قلنا ان اسبابها غير معروفة السبب بمعنى اصح، هنتكلم في التشخيص بقى الصح. يعني ممكن تكون سيده رايحه المكان يعني مش موثوق فيه، الطبيب ما عندوش الخبره الكافيه وبيديه علاج وممكن علاج ما يجيبش نتيجه، ازاي بيتم التشخيص؟ بدايه صحيح؟ الموضوع انك تتعرفي على الاعراض صح، ان وانت رايحه للطبيب بتقدري تشرحي اعراضك بطريقه مناسبه او بطريقه توصل للطبيب اللي قدامك ان هو يوصل للتشخيص السليم. في حاجات كتير بتبقى متشابهه في الطب، وده دور الطبيب الشاطر ان هو يعرف ايه العرض ده بيمثل ايه من التشخيص او يوصل للتشخيص السليم. طبعا بمساعده التقنيات الحديثه والاشعه او التحاليل، الحاجات اللي تقدر توصلنا لتشخيص نهائي. فبالتالي في بطانة الرحم المهاجرة الأعراض هي أول حاجة بتبتدي تخلينا نفكر إن ده ممكن يكون حاجة من التشخيصات اللي ممكن نوصل لها. الأعراض أهم حاجة فيها، ومش عايزة الستات كتير يخافوا، بس هي أهم حاجة فيها الآلام المبرحة في وقت الدورة الشهرية. ومش عايزة السيدات أو البنات يقلقوا، لأن في فرق كبير جدا بين الآلام اللي موجودة عادة بيحصل كل اللي شهر الطبيعي بالظبط، هنفرق بينهم عشان ما حدش يقلق. الآلام اللي بتكون موجودة شهريا بتكون دايما قبل الدورة بيوم، أول يوم، تاني يوم، وممكن تكون فعلا آلام يعني عصيبة جدا قوية. على بعض بتبقى على حسب طبيعة السيدة أو السيدة الفتاة. أو الفتاة بالظبط، وبتختلف على اختلاف عمرها وعلى اختلاف تطورها الزمني. لكن آلام البطانة المهاجرة بتكون بتسوء جدا في ثالث أو رابع يوم،
وده يدينا اول انديكيشن او اول احساس ان احنا نقدر نقول المريضه دي ممكن يكون عندها مؤشر يعني. بالظبط. دي اول حاجه. تاني حاجه برضو بيكون الام ولكن في البطن مع العلاقه الزوجيه، وبرضو مش عايزين نقلقهم ان برضو نفكر فيها كالام عميقه، لان في ساعات في بدايه الزواج بيبقى في الام سطحيه او الام بتكون ناتجه عن تشنجات في المهبل. أوكي. فبالتالي برضو ما نقلقش، في فرق بين الالام العميقه والالام الطبيعيه اللي ممكن تكون موجوده في بدايه الزواج. يعني تقصدي حضرتك لو الالام دي استمرت حتى لو بعد بدايه الزواج بفتره شهر شهرين الالام ممكن دي ممكن نستشير طبيب عشان حتى تكون العلاقه الزوجيه حاجه كويسه وماشيه في السكه السليمه، ولكن أوكي. ايضا نكون مركزين نوع الالام دي عميقه ولا الام سطحيه. طب ده تاني عرض اللي هو لو اي سيده او اي فتاه دلوقتي، لا يعني لو فتاه اللي هو عند دوره شهريه، لكن لو سيده مع سيده العرض المهم اللي بيجي لنا بالذات هو تاخر الانجاب، ان يكون متجوزين فتره طويله ويكون ما فيش اي مشاكل اخرى موجوده ويكون في تاخر في الانجاب واحنا مش عارفين ايه السبب بتاعه او المريضه مش عارفه ايه السبب. طب هل بقى في اعراض ثانيه ولا هم دول اكتر حاجتين ممكن يعني سيده تركز عليهم؟ حاجات بنعرفها ممكن بتكون مش بالصدفه، ولكن بيكون في عرض مثلا وجع في جنب واحد او اثنين، فبالتالي بنعمل الاشعه وبنلاقي ان في حاجه اسمها تشوكليت سيست، يعني اللي هي الكيس او البطانه المهاجره بتكون راحت للمبيض وعملت المشاكل بتاعتها في المبيض، فبنبتدي نكتشفها عن طريق المبيض ونشخصها تشخيص تام. لكن الاهم ان احنا نروح في التشخيص بتسلسل. اول حاجه بنعملها للمريضه دايما لما بتجيلنا بالاعراض اللي هي اللي احنا اتفقنا عليها في الاول، ان احنا نعمل اشعه. الاشعه دي بتساعدنا، اشعه فوق صوتيه طبعا، بتساعدنا ان احنا نشوف المبيض، نشوف لو في اي اختلافات في المبيض. أوكي. نشوف جدار الرحم وسمك الرحم، الحاجات المختلفه. ولكن ايضا اهم تشخيص او الجولد ستاندرد في ده اللي هو التشخيص اللي فعلا بيثبت لنا بيكون عن طريق منظار البطن، وده بيكون ادق تشخيص في الحالات. طب هل مثلا دلوقتي انا جيت عند حضرتك اشتكيت او بقولك مثلا عندي اعراض معينه، بتبتدي معايا طول بالمنظار ولا الاول بالسونار؟ بالسونار. السونار يقدر يشخص لنا لو في حاله ان في تكيس على المبيض في الدم اللي هو التشوكليت سيست. ممكن تكون المريضه مش عارفه انه موجود وممكن يكون مسبب لها الام، فهو ده السبب اللي جابها لنا العياده. التشخيص ما كانش واضح، بنبتدي نلجا للمنظار البطن التشخيصي ايضا. وساعتها بنقدر نشوف بقى لو في فعلا اندوميتريوزيس او البطانه الرحم المهاجره في اي مكان تاني جوه البطن. حلوه قوي المعلومات دي، ان احنا بنمشي خطوه خطوه، لان في ناس اول ما بتروح لا يلا نعمل منظار، وهي حتى ما تبقاش عارفه يعني انت ليه بديت معايا حتى بالمنظار في الاول. الحقيقه والتشخيص اهم حاجه، لان العلاج دلوقتي بقى كان زمان بنشوف العلاج ان احنا بس نوقف الدوره الشهريه او ناجل الدوره الشهريه 6 شهور او سنه بحيث ان الوجع بتاعها يقل، والعلاج ده بس بيأثر انك تقللي الوجع او تحسني من الكواليتي اوف لايف او اسلوب الحياه للسيده او البنت، ولكن ما بيأثرش على الخصوبه او ما بيحسنش نتائج الحمل او انك توجدي حمل. فبالتالي مجرد ان احنا بنأجل الحمل ولكن لا نعالج الموضوع، خاصة ان الحمل بيحسن اعراض البطانة المهاجرة. حلو. يعني الست لما بتحمل الوجع او البطانة المهاجرة بيقل اعراضها، بيتحسن الوجع، حتى بعد ما بتضع المولود بتاعها بيكون اعراضه اقل واخف عليها. طيب لو هنتكلم بقى عن طرق العلاج، هل في مثلا طرق علاج مختلفة او لكل سيدة على حسب حالتها في كورس معين بتمشي عليه او ايه اللي بيتم؟ يعني زي ما قلنا طرق العلاج طبعا على حسب الحالة. ساعات بيبقى البطانة المهاجرة مش مؤثرة في حاجة غير انها عاملة مثلا مشكلة في المبيض، وساعتها بيكون في حلول انك بتدخلي بمنظار يا اما رحم او سونار مهبلي، بتشفطي الكيس ده او بتستأصلي الكيس ده بالمنظار. ولكن الاهم هو تأثير ده على السيدة. لما بيكون التأثير انها بتتأخر في الانجاب، العلاج الوحيد لده هو الحقن المجهري. مش بس انك تعالجي العرض اللي هو الوجع بالعقاقير اللي احنا كنا بنديها قبل كده وبالادويه اللي بتاخر الدوره. ممكن نلجا لده في البنات،
لان البنات بيكونوا لسه مش بيسعوا انهم يحصل حل، يعني لسه عندهم فتره بالزبط. ممكن في الفتره دي هي تتعالج فيها بالظبط قبل ما تتجوز، وبالتالي انك بتحاولي تحسني لها من نوعيه الحياه بتاعتها، بتحاولي تمنعيها ان يكون عندها الوجع اللي ممكن يوقف لها حياتها، انها تكون متعرضه لوجع زياده، فبالتالي بتاخري لها الدوره او بتنظمي لها الدوره بحيث ان الوجع ده يقل. طبعا لو في حاجه موضعيه انك بتتعاملي معاها، ولكن الاهم ان فعلا العلاج الوحيد هو الحقن المجهري لكل الحالات. يعني دلوقتي لو اي سيده عندها البطانه المهاجره وهي كانت سبب لتاخر الانجاب عندها، الحل الوحيد ان انا اعمل حقن مجهري، ده اللي متفق عليه عالميا دلوقتي. طيب نسبه الوراثه مثلا في البطانه المهاجره ممكن تكون ضرر اكتر من مثلا تكون حاجه طبيعيه؟ الحقيقه زي ما قلنا في الاول هو في 4 نظريات، فاحنا لحد دلوقتي مش عارفين هي فعلا غير معروفه السبب. ما بيبانش من الحاله مثلا تكون عندها مش مستقبله علاج اكتر او الحاله جديده شويه، بس من يعني مثلا ممكن الفشل في الحمل على مدار سنين كتير ممكن يكون متكرر في العائله، بس هي فعلا احنا مش عارفين السبب لحد دلوقتي. ولكن الحمد لله ان احنا عارفين ان العلاج الامثل هو الحقن المجهري، عارفين التشخيص الامثل هو او الجولد ستاندرد للتشخيص هو منظار البطن التشخيصي. ساعات بنلجأ الى ان احنا نعمل عمليات بسيطه بالمنظار في المبيض ايضا علشان نحل موضوع الشوكليت سيس او التجمعات الدمويه الاكياس الدمويه. فبقى الحل يا اما منظار بطن تشخيصي او الحقن المجهري في حالات اللي هي بتحاول انها تحمل ان شاء الله. طب تقولي ايه بقى يا دكتور للناس اللي اي واحده عندها بطانه مهاجره تقول لها لا اصلي ما تحاوليش، اصلي معرفش قريبتنا، لا ما تحاوليش تعمل حقن مجهري، اصلي معرفش قريبتنا، اصلي معرفش جارتنا؟ ليه احنا ما عندناش ثقافه او فكر ان طبيعه جسمي غير طبيعه جسم حد تاني، ممكن يكون فشل حقن مجهري عشان خاطر حاجه تانيه؟ عايزين نوضح اكتر المعلومه دي. ده حقيقي عندك حق ان احنا بنعتمد كتير جدا في ثقافتنا المصريه ان احنا نسمع من قرايبنا واصدقائنا، ودي ساعات بتبقى مفيده في الحالات في الحاجات اللي هي سهله، او احساسك ايه في الحمل، تسالي عن الدكتور اللي مريحك اكتر، الحاجات البسيطه. ولكن اهم حاجه انك تستشيري طبيب، انك تستشيري طبيب متمرس في هذه المهنه، لان اللي بيشوف حالات كتير في الخصوبه او في الحالات دي كتير هو اكتر واحد يقدر يشخصها اسرع ويشخصها احسن، وما يخليش المريضه تمر بحاجات كتير مش محتاجه تمر بيها. ما تدخلش تعمل عمليه مش محتاجه تعملها، يبقى التشخيص معروف، طريق العلاج بيكون مرسوم اسهل شويه، وبالتالي بتكون نسب النجاح احسن شويه. عايزه اطمن الناس كتير ان طبعا البطانه المهاجره حاجه بتسبب الى تاخر الانجاب، ولكن هي مش حاجه بتمنعه، هي حاجه بتخليكي تلجئي دراكلي او بسرعه انك تعملي حقن مجهري عشان ما نضيعش وقت كتير، لان الوقت في عامل السن بالنسبه للمراه مهم جدا في نجاح الحمل ونجاح الحقن المجهري. فبالتالي كل ما نتأخر في الوقت ان احنا نعالج وجع، ان احنا نأخر دورة، ان احنا نعمل كل الحاجات التانية، ممكن يضيع لنا وقت ثمين جدا نقدر نستثمره ان شاء الله الست تقدر تحمل وتقدر تحمل مرة تانية وتقدر تكتمل عيلتها بالعدد اللي هي نفسها فيه. حلو قوي. بقى السؤال المهم اللي كل الناس بتسأله، هي لو بنوتة وكانت مثلا عندها الاعراض دي واكتشفت ان هي عندها الحقن سوري البطانه المهاجره، احنا بنقول بتبقى مسكنات بس ولكن مفيش علاج؟ يعني ما نقدرش العلاج بيبقى ما نقدرش نرجعها تبقى بطانه مش مهاجره؟ لا ما نقدرش في الوقت الحالي، يعني نتمنى ان العلم يساعدنا ان احنا نلاقي حل ده، ولكن في يعني ناس كتير قوي بتتكلم وكل حد بقى بيقول اللي هو لكن عايزه. البنت برضو هتقدر انها تعمل منظار البطن عشان تشخص صح، هتقدر تعمل منظار البطن لو في اي تدخل في المبايض علشان التجمعات الدمويه اللي في الاكياس اللي على المبايض، هتقدر برضو انها تاخد الادويه اللي بتوقف الدوره لفتره معينه علشان تتحسن اعراضها، وطبعا في مسكنات، بس طبعا يعني ما بنصحش انهم ياخدوا مسكنات من غير رعايه طبيه، لان برضو المسكنات الكتير ليها اضرار تحت اشراف الطبيب الخاص بيها. بس هتبقى عارفه ان حالتها دي او التشخيص ده ان هي اول ما تكون سيده متزوجه تكون يعني إن هي هتلجأ للحقن المجهري، تتبع الطريق السليم، انها تعمل تشخيصاتها صح، انها تسعى في العلاج بسرعه شويه علشان ما تتاخرش في الحمل.
كلمينا بقى عن التقنيات الحديثة اللي بتساعدك وبتوفر كتير قوي وفي الوقت وفي الجهد وفي الماديات طبعاً. لأي سيدة بتيجي المكان ده، احنا عارفين مركز سان رايز طبعاً من المراكز اللي ليها اسم كبير جداً في عالم النساء والتوليد والحقن المجهري. الحقيقة التقنيات الحديثة بتبتدي من أول العيادة، بتبتدي أهم من التقنيات الحديثة بتبتدي من فريق العمل، إن كل واحد متخصص في جزء معين من سلسلة أو مرحلة العلاج. أنا مش بسميها علاج قوي قد ما بسميها إنها مساعدة الكابل ده أو الزوج والزوجة إنهم يوصلوا اللي هم عايزينه. فبالتالي فريق العمل ده لما يكون متفهم لإحساس المريض وأمنياتهم وقلقهم ويكون قادر يستوعب ده مع الخدمة الطبية المتميزة، بتأدي إلى نتيجة إن شاء الله أفضل. وكل حاجة طبعا بإذن ربنا طبعاً في الآخر أكيد. ولكن دايما هتسعي بأفضل حاجة في العلم. بعد كده هتدخلي في العيادة، في بروتوكولات واضحة معروفة لكل المرضى لكل حاجة، وبالتالي كل واحد بينفذ الجزء اللي عليه. ولكن بالتقنية الحديثة اللي حضرتك بتكلمي عليها بيبقى عندك أحدث أجهزة للسونار طبعا، أكيد شفته في المعمل الأمبريوسكوب أو اللي هو إن الأجنة ما بتضطرش إنك تخرجيها برا علشان تفحصيها كل شوية، فبالتالي بتحتفظي بيها في جودة عالية. حاجات كتيرة قوي مهمة قوي اللي أنا يعني بدل ما أفتح كل شوية وأشوف وأأذي يعني الأجنة الباقية اللي هي خاصة بناس تانية، لا كل حد بقى ليه مكان معين. وحتى الأجنة دي بيكون عندها فرصة أحسن في النمو وإنها توصل لمرحلة أحسن، فبالتالي تتزرع في الرحم بعد كده إن شاء الله بسهولة أو بـ 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 يعني بنجاح أحسن. نسبة النجاح عادة في الحمل الطبيعي يعني أي اثنين متجوزين كل شهر عندهم نسبة 25-30% انهم يحملوا. اوكي. الحقن المجهري بيوصل النسبة دي من 50-60%. فبالتالي اعلى من الطبيعي. بالظبط. بالتالي كل ما يعني توصل حتى كمان ل70%، ده معناه انك بتساعدي الكابل ده ان هو يعني يوصل لحاجة ما كانش يقدر يعملها في الطبيعي، وبتساعديه بأحدث الأجهزة وبطريقة إنك كمان ممكن يكون عندك أجنة وتقدري تجمدي هذه الأجنة، وبالتالي الكابل ده ما يضطرش إن هو يعيد الموضوع من الأول، ولكن يكون فقط نقل الأجنة المجمدة في المرحلة اللي بعدها، فيبقى أول بيبي أو أول حمل بطريقة وتاني حمل بيكون بيحتفظوا بالأجنة للمستقبل. وده ما كانش موجود قبل كده يعني الاحتفاظ بالأجنة، الاحتفاظ كمان دلوقتي بالبويضات، يعني لو في بنت صغيرة وعايزة تحتفظ ببويضاتها علشان بعد كده، ده دلوقتي موجود ومتوفر وهو ده العلم الحديث. لو واحدة مثلا سنها بيكبر، احنا بننصح دايما لما توصل ل 35 سنة انها تجمد بويضاتها لو هي مش متزوجة علشان يكون عندها بويضات بجودة عالية اول ما تتجوز تقدر تستعملها. يعني هي لو مش متزوجة ممكن تعمل اللي هو سحب البويضات؟ مسموح في مصر دلوقتي، وده ما يأثرش عليها ان هي بنوتة يعني خالص. احنا مخزون البويضات بيقل عند الست، يعني كل ما بنكبر كل ما مخزون البويضات بيقل، ولكن مش ده الأهم، جودة البويضات هي اللي بتقل. فبالتالي أوكي. الجودة دي سواء حمل طبيعي أو حمل بتكنولوجي أو بحقن مجهري، جودة البويضة هي أهم حاجة في نجاح هذا الموضوع. بالتالي كل ما تكون البويضة أصغر سنا، البويضة بقى مش السيدة، مش السيدة أصغر سنا، ممكن واحدة تحمل وهي عندها حاجة 40 سنة، لأن الرحم يستوعب جنين ويستوعب أن يزرع في جنين. وإحنا كنا سحبنا منها البويضات ومجمدينها، لكن البويضة وهي هي صغيرة بتكون أحسن، بيكون في أقل نسبة أقل من العيوب الخلقية اللي ممكن تبقى موجودة، فبالتالي بيبقى النتيجة أفضل بكتير. أفضل بكتير. جيت لك بقى هنا كم واحدة كانت فاكرة أن الأعراض اللي عندها بتاعت البطانة المهاجرة أعراض تانية خالص، وماشية بقى على التراك ده وماشية بتتعالج من حاجة تانية خالص وكل تحليلها كويسة وكل إشعاعاتها كويسة. أيوة صح، زي ما فعلا ده اللي أنا عايزة أوصله. ده بيكون حاجة من اتنين، يا إما بطانة رحم مهاجرة أو بنقول عقم غير معروف السبب. والناس مش عارفة أن 20% من التأخر الإنجاب بيكون عقم غير معروف السبب فعلا، لأن بيبقى هي عاملة تحليل وجوزها عامل تحليل ما فهمش حاجة، كل حاجة كويسة، حتى منظار الرحم بيبقى كويس، كل حاجة كويسة. الاتنين حلهم واحد، حل ودي الحاجة بالظبط. فالحل في بطانة الرحم المهاجرة وفي العقم الغير معروف السبب هو الحقن المجهري. فبالتالي لما بتوصلي للتشخيص الاخراني خالص ان كل حاجه سليمه وان هو برضو مش بطانه رحم مهاجره، برضو الاثنين حلهم واحد. فبالتالي بننصح الناس انهم دايما يسعوا انهم يوصلوا للتشخيص علشان يسعوا بعد كده في العلاج بوقت اسرع شويه.
عرفنا ان حضرتك عندك ميزه حلوه قوي وهي اللي انا قلتها في الاول اللي هي الدقه. يعني بحاول لا انت ممتازه ومميزه في النقطه دي، لان انا دايما بقول ان انا لما افضل اسال في المريضه ايه الهيستوري، وان انا افضل احكي معاها ما اوترهاش، اللي هو انا باخد سؤال واجابه، فهي بتخرج كل اللي عندها. بالظبط، بس لازم برضو تديها يعني يبقى دايركشن في ايدك نوعا ما، علشان احنا ساعات بنحب نقول للدكتور، يعني حتى احنا كدكاتره بنحب نقول كل حاجه، وساعات بتبقي عايزه تعرفي اسئله محدده، يعني تفرقي بين الوجع بتاع الدوره اول وتاني يوم ولا تالت ورابع يوم، تقدري تفرقي في التشخيص، تفرقي في الوجع في العلاقه الزوجيه، ده وجع سطحي ولا وجع جوه البطن عميق. في حاجات فروقات بسيطه جدا يقدر الدكتور يستوعبها من المريض ويقدر يعمل تشخيص احسن. حلو جدا، انا كان نفسي الوقت يكون اكتر من كده، لان بجد القعده معاكي لذيذه جدا، والمكان والمركز مريح جدا، اكيد فعلا لازم يكون ناجح بالتيم ورك اللي فيه، وانا سعيده جدا بلقائي معاكي. بشكرك جدا يا دكتور. نشكر مع بعض الدكتوره رانيا علواني، اخصائي نساء وتوليد بمراكز سان رايز للخصوبه، وانا كمان بشكركم واشوفكم على خير ان شاء الله.